طريقة صنع صابون طبيعي منزلي بجيل الوي فيرا. أول حاجة ناخدو الوي فيرا وهي نوع من أنواع الصبار. نستخلصو جيل الوي فيرا، بعد ما استخلصنا جيل نديروه في خلاط حتى يولي لنا على شكل سائل. بعد ذلك غناخدو نفس الكمية من المادة الأولوية ديال مكعبات الصابون، نديروها تسخن حتى تذوب لينا. غنزيدو عليها جيل اللي استخلصنا ديال الوي فيرا، وغادي نزيدو عليها 20 غرام من الخزامة باش تعطينا رائحة الخزامة. بعد ذلك غنديروها في قوالب بلاستيكية ونتركوها لمدة 12 ساعة. النتيجة غتعطينا صابون طبيعي لتبييض الوجه وكذلك القضاء على حب الشباب. صابون يدوي خالي من المواد الصناعية غير الطبيعية. ما تنسوش تجربوا الإخوان حيتاج من أحسن الأشياء للبشرة. بالنسبة للفائز في المسابقة ديال البارح هي الأخت دعاء عيشة، تواصلي معنا في رقم 0673 82 79 43 باش تسلمي الجائزة ديالك إن شاء الله. وبقى المسابقة مستمرة الإخوان على مدار شهر رمضان، كل يوم جائزة قيمة ديالها ما يعادل 200 درهم إن شاء الله. المشاركة في المسابقة هو أكثر واحد دار كومنتير في هذا الفيديو هو الفائز. الإعلان غيكون غدا مع العاشرة بإذن الله عز وجل. شكرا للإخوة على التتبع ديالكم. كلشي يدير مشاركة، اللي باقي ما دارش مشاركة فعلوا الجرس.